عجبك هيك؟ الحق عليكي وعلى عنادك، ما قلت لك تركي من ايدك؟ فيك تقلي هلا كيف بدنا نعيش؟ لا العيشة ما دفعتوا ولا فاتورة وقطعوا لنا المي، وهي جاية تاخذ شوية الأكل البقيانين عنا. طلع فيني لميس، رح يبعثوا لنا بطاقة من البنك، أول ما توصل خبيها عندك وبعثي لي خبر فورا، فهمتي علي؟ بطاقة عم تزداخة؟ ليش بعتوها؟ ايه اليوم. ايه؟ ليش مو من الأول حكيتي؟ بسيطة، يلا هاتيها خليني وديها للمرا. يلا حبيبتي، ليش وصلت بطاقة عم تزلاخة لعنا لهون؟ انتي ما دخلك، روحي جيبيها أحسن ما تضل المخلوقة ناطرتني. انت عم تسحب لها معاشة ما هيك؟ وانا عم بقول مصاري هالسم الهاري منين عم تجيبه؟ ايه عم بسحب معاشة، انا قريبة الوحيد اللي ضل عايش، يعني ما ضل لحدا من كل العيلة غير أبوكي، لهيك عطتني البطاقة تبعه وأنا عم روح كل 3 شهور اسحب لرواتبها، بروح لعنده وبسلمها ياهن على دوز بارة وبوس إيدها لأكسب لي شوية دعاوي منها. وين البطاقة؟ أنت عم تعطيها كل رواتبها على دوز بارة؟ إيه خلص بقى حاجتك فزلك، فوتي جيبيها بسرعة، يلا يلا جيبيها. أنا ما أخذتها منهم. شو؟ بعتهم على عنوان بيتها. انت اكيد جنيتي، شو عم تحكي؟ ليش هيك عملتي؟ اجت البطاقة وما اخذتيها منهم، شو عمل فيكي هلا؟ هاي البطاقة مو لإلنا، ولا من حقنا انه نستلمها. عطي خبر لعمتك زليخة تروح هي على البنك تستلمها.